طب how did you get it so fast and يعني you're very clever and because شريف learn me all of لا بس يعني وراشن كمان انا بقول لها كنت بترقص يعني قبليها او ليكي علاقه بالرياضه فلا يعني انا ده افتكرت ان ده اللي جمعكم لا 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 بس راشنز يعني طبعا they have this kind of كل الروسيات طبعا بيبقى عندهم الموهبه this kind of culture يعني it was easy واضح نوت اول كان سهله قوي يعني هي كل الروسيات فعلا هم اكتر ناس شاطرين في الرقص والسيرك والجمباز والحاجات الحركيه بالزبط. عندهم ليونه فظيعه في الجينات عشان يعني عشان بيبتدوا كمان صغير قوي في الرياضه. طيب وسافرت فرنسا؟ انا قبل كده كنت مخلص يعني كنت عايش في فرنسا 19 سنه ورجعت بقى فينا ورجعت في مصر هنا 2009 عملت بقى شوية الحاجات. سافرت في الكورونا فين؟ لا انا قعدت في الكورونا قعدت في وقت الكورونا هنا بس قفلت الجيمات كلها حلو وابتديت اعمل الكونسبت ده الكونسبت ده عبارة عن اكاديمية اونلاين اوكي وبدرب الناس وبدي كلاسات. انت سافرت في الوقت ده؟ لا ما انا كنت لا ده انا دايما بسافر واجي عشان انا يعني معايا الجنسيه فدايما بسافر وارجع وولادي عشان انا كمان ولادي يعني ولادي عايشين هناك يعني عندي ولاد من زوجه مش عارفه انا شفت لك فيديوهات وانت بتقول بصوا بيتي ده بصوا مش عارفه ايوه بس ده ما كانش ده ما كان صح بس ده كان مش ده كان يعني بقاله بتاع سنتين ثلاثه ايوه انا قصدي كده ما هو ده ما كانش كوفيد كوفيد كان قبلها بكتير ايوه ما انا سافرت بقى مؤخرا رحت تاني فرنسا اوكي احنا الاثنين دلوقتي يعني انت مستقر دلوقتي في فرنسا دلوقتي بين هنا وبين هناك يعني بنقعد مثلا اربع خمس اشهر هناك ونقعد شهرين هنا وهكذا بتعملوا ايه بقى في فرنسا عندنا مجموعه من المغاربه والجزائريين والتونسيين بندربهم مجموعه مش قليله يعني اكتر من 100 حد فاحنا الاثنين بندربهم وكمان بندرب مدربين اوكي عشان عايزين نعمل كوميونتي هي الفكره في ايه ان لما كنت عايش قبل كده الفرنساويين بصفه عامه ما اللي يعرفوه عننا دايما هي الناحيه الصعبه شويه أيه. مش اكيد يعني يعرفوا ان احنا عندنا ميوزيكال كالتشر وعندنا بس مش واضحه ففكره تجميع العرب على موسيقى وعمل ايفنتات الناس كلها بتعمل الرياضه مش هي دي الصوره اللي متاخده عننا أيه. فانا بحاول اعمل دلوقتي لوبي وكوميونيتي كبيره نقدر نعمل ايفنتات كبيره في الشوارع بقى وفي حتت كتير نبقى نحط فيها اغاني راي نحط فيها دبكه نحط فيها صعيدي وهكذا والمجموعه بتكبر فماشيين كويس يعني مش بطال. طيب ما فكرتش خالص انك تشتغل حاجه تانيه؟ هو انا اصلا كنت اخصائي اجتماعي في فرنسا وفي هنا يعني خدت يعني بتتكلم فرنساوي كويس انا كل دراستي وكنت شغاله اخصائي اجتماعي هناك وخدت دورات كتير لايف كوتشنج في سيربون بس الحقيقه انت ليه عايش في فرنسا وفي مصر دلوقتي ليه مش مصر بس اصلا انا شايفه ان الماركت او الرياضه في مصر اتغيرت بقت اكتر وبقى في وعي اكبر والناس كلها بقت بتلعب رياضه والكلاسز دي بقت الناس صح. معتمده عليها صح. جدا فليه بتقعد اربع شهور هناك لانه اولا عشان بناتي فما يعني في واحده عندها 18 سنه دلوقتي واثنين عندهم 15 يعني عايزه ابقى قريب منهم شويه بس الحقيقه احنا مش مبسوطين قوي هناك يعني انا وهي مش مبسوطين قوي هناك خصوصا ان فرنسا ما بقتش فرنسا لا ف يعني يمكن مدي نفسي سنه كمان سنه بس عقبال do you like France? Yes, but it's more close to me. It's like my country. It's yes, because all organized and also it's people more open mind for open me. Open-minded. Yes. But it was not like you thought. No, because it's yes, it's Egypt. We like. Always relax. We are not run every time, but like this. But and of course, Egyptian people very very kind, even we compare with Russian people. Flexible. فالحقيقة لا إحنا هنا مبسوطين يعني
انت عارفه انا كمان بيتوتي شويه، فانا بحب ارجع البيت اتفرج على الماتش، ليا ريتوال ليا عاداتي.